كان بيستغلوا تصرفها حسين بيكتب فيه القصص بتاعته. هو كانت بتربطه علاقة قرابة ما بين سامي جبر اللي هو اكتشف العالم الآثار اللي اكتشف السراديب الكاتاكومب اللي اشتغل حفير في المنطقة من سنة 1930 لسنة 1950. في الغالب كانوا زوجاتهم أقارب. كان صلاح حسين بيستغل المكان، طبعا مكان الطبيعة المكان، تزور البيت وتزور المتعلقات نفسها اللي كان بيستخدمها الدكتور طه حسين. كان بيقيم فترات